هنقسمكم فريقين، فريق يونس وفريق زيتون، والجمهور النص ده هيبقى مع زيتون والنص ده هيبقى مع أحمد يونس. هنسأل أسئلة وفيها اختيارات. أنا عارفة إن كل فريق هيقول بقى حاجات كتيرة، بس الإجابة اللي هتبقى بالنسبة لنا معتمدة، اللي هياخد عليها نقطة أو مش هياخد عليها نقطة، هي اللي هيقولها أحمد يونس أو زيتون. يعني قولوا اللي أنتوا عايزينه، غششوا وقولوا، بس بالنسبة لنا الإجابة المظبوطة هي اللي في الآخر هتتقال منهم. تمام؟ في اختيارات؟ في اختيارات. اختياراتي لما لحقتي كده، اختياراتي لما لحقتي. معلش انا قلت بس يعني احط التاتش بتاعي. طب عارف يا زيتون انا هدي لفريقك نقطة عشان اختياراتي مدمرة. الله ده راجل بيجود. اللي هيقول الإجابة الصحيحة الأول هو اللي هياخد النقطة. ما هو الحيوان اللي من مملكة الحيوان اللي بينام من غير ما يقفل عينيه؟ لا، ما هو انا دلوقتي انتوا كل واحد هيقول اللي عنده، احمد يونس او زيتون هما الاجابه اللي هتعتمد. اللي هيقول الاول. انا بقول السمك. السمكة إجابة صحيحة. أحمد يونس، معلش معلش، ممكن يكون برضو يعني معلش، أنا برضو بنام من غير ما أغمض عينيا، معلش بس أنا مش حيوان. انت صحصحوا شوية. إحنا كده أنت اللي ما هم قالوا لك، بس أنت اللي ما ركزتش معاهم. تمام، صحصح يا زيتون. يلا يا فريقي، يبقى كده 1-1. تمام، السؤال اللي بعديه. إيه أكتر فاكهة فيها فيتامين سي؟ غلط الجوافه. الجوافه. انا قلت الجوافه الاول. لا، انا اللي قلت الجوافه الاول. ولا انا قلت الاول. 1-2-3. جوافه. جوافه. انا قلت هي الاجابه صحيحه، بس يونس اللي قال الاول. غني غني، خد لك نقطة، ما انت بتاخد نقط كده. انكسر جوايا شيء. لا 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 لا، اوعى اوعى. انا اللي قلت الاول. طيب طب زيتون، هقولك على حاجة. عارف لو غنيت لي اي اغنية فيها اي فاكهة، انا هدي لفريقك نقطة. اها اها. انت بتفكر كده ولا بتعمل ايه؟ بونجور عليك يا يونس. اهلا مستر زيتون، انا عايز افرح مامتي لكن بشيء مضمون. ممكن بكلمه حلوه او بصور ديتين، وكمان بوعد منك تبقى شطار الشاطرين. لا بلاش المذاكره دي، غلسه شويتين. طبعا مش غلسه خالص، دي حجه الوحشين. الضابط والمهندس والعالم والطبيب، كلهم في المذاكره ناجحين ومشاهير. برافو يا زيتون. صح، هي الأغنية ما فيهاش فاكهة بس فيها نباتات، فيها زيتون وفيها وردة. والله وبقيت ففيها نباتات. أنا يعني أنا متعاطفة مع فريق زيتون لأنه جمهوره قوي جدا. فأنتوا أخدتوا نقطة يا زيتون. فريق يا جامد. إحنا 3-2. أوكي، السؤال اللي بعديه. إحنا 2-2. أنت هو عمال يزيد درجات وأنا قاعد والله العظيم. أيوة، مش في نقطة لاختياراتي مدمرة حياتي أغنية زيتون. 2-2. أوكي، يبقى 2-2. أنا آسفة، 2-2. أنت عادي، قال لو قالت 10-2 مفيش مشكلة، عادي عادي، مفيش أي حاجة. ده الأمانة اللي عمالين نذاكر فيها. فريقي جامد جدا. ماشي، فريقي جامد جدا. طيب السؤال ده بس ركزوا بقى واللي يقول الأول. إيه اللي في مملكة الحيوان الذي يتنفس من لسانه؟ تعبان. التعبان. فريق يونس. انت ودانك سليمه النهارده، في ودانك مالها؟ انت مذاكر ولا ايه؟ ايوه انا مذاكر قبل ما اجي. مذاكر الاسئله كلها؟ انا شاطر، صحابي قالوا لي. معلوماتك العامه جامده جدا. الاسد؟ لا، الاسد بيتنفس من مناخيره عادي. انا قلت الفيل. الفيل برضو بيتنفس.
الاسد والفيل بيتنفسوا عادي من الانف، انما التعبان صح برافو عليك هو اللي بيتنفس من لسانه. طيب السؤال، وده مش محتاج تخشيش، ما حدش يغشش. اوكي، زيتون واحمد يونس اللي هيقول الاول، اذكر اسم اي برنامج بيبدا بحرف الالف. اتوبيس السعاده. برافو يا زيتون. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.